رحل منذ قليل الطفل الرضيع علي نجل الفنان محمد أسامة الشهير بأسأس عن عمر 3 شهور، وسبب الوفاة هو إنه وقع وقعة شديدة جدا في البيت، ومن المقرر دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم. خبر مؤسف جدا أحزن ناس كتير وفنانين كتير، خصوصا إن من 3 شهور بس كان لسه بيحتفل بولادته وفرحان بيه، ونشر على حسابه على تويتر صورة ليه من المستشفى يوم الولادة وعلق عليها وقال: الحمد لله علي محمد أسامة، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه وشفاء صدره ونور بصره. وعشان الصحاب وقت الشدة، فرغم الحظر وظروف كورونا ورغم كل حاجة، مجرد معرفة الخبر فنانين كتير بسرعة راحوا لأسأس البيت وموجودين معاه دلوقتي، ومنهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والفنانين أشرف عبد الباقي ومحمد عادل إمام وأحمد فهمي ونجوم مسرح مصر صحابه وعلي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي المرغني ومحمد أنور وكريم عفيفي وغيرهم فنانين كتير. رحم الله الطفل الراحل وجعله شفيع لوالديه يوم القيامة وألهم أهله الصبر والسلوان. تابعونا باستمرار وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.